خلينا نسولف فين ابو زينب هنا بعد ما ينضمن. اجتماع لك ويا دولة الرئيس، رادوا يرجعون واحد من قادة الشرطة الاتحادية اللي تمت اقالته. يا اخي انضغط عليك هواي وما رضيت. بالله تقدر تسولف لي هاي القصة؟ القصة بما نزلت. حتى نحط النقاط على الحروف. وردني خبر يريد تصير تغييرات بالوزارة، احنا هاي نقولها. مثلا تغيير وكيل الاستخبارات. تغيير مدير الإرهاب بالداخلية. أي. تغيير قائد قوات الشرطة الاتحادية. أنا هم عندي فد ناس توصل لي معلومة. أمرار يصير حدث معين يستغل لهذه الحالات. أنا قاعد بالداخلية حان وقت الصلاة، ردت أقوم للصلاة، صار قبلها ساعة صار فد انفجار قوي، صوت قوي. أي. شيل التلفون على قائد قوات الشرطة الاتحادية فريق ركن جعفر البطاط. لفريق جعفر تحرك لي بسرعة للحادث وانطيني التفاصيل بسرعة. يعني وراء فترة وجيزة جدا قال الحادث سيد يكمن انفجار قوي مزدوج حزام ناسف، السيارة ما أقدر أقررها بس أكثر شيء حزام ناسف وتضحيات وكذا وكذا. نعم. وراها عقبنا تليفون وراء ساعة أنه اجتماع أمني في قيادة عمليات بغداد. أنا ما راح أدخل بالتفصيل. حضرنا الاجتماع الأمني، كان وزير الداخلية وزير الدفاع وقادة القوات الأمنية في بغداد والدفاع والداخلية. ودار الحديث أنه شنو السبب. أنا كنت قليل الكلام لأن قد أتحدث يعني ما حد يقبل بي. نعم. فأستمع طيلة الحديث لن أتحدث. منو كان يدير الحوار؟ دولة رئيس الوزراء سيد الكاظم. كاظم. زين. تحدثوا كثيرين، كان أكثر شيء الأجهزة الاستخبارية، وحتى في حديثهم كان متضاربين، يعني هذا يقول هيك هذا يقول هيك، ما كفد رؤى موحدة. أي. بالأخير طلب مني أن أنا بقيت قاعد من طلع قمت بقيت قال أريد أجتمع معك لقاء خاص كان أكو قد برود بيناتنا. أي نعم أريد لقاء خاص. قلت له يمتى ما بالقصر الحكومي. قلت له أفضل من يصير عندك مجال خابرني. بالستة تقريب اتصلوا بي قالوا جيت لقيت عبد الغني الأسد قاعد ويا أحد الأخوان. فقلت له الحسنين قلت له أنا بدي أدخل الرئيس الوزراء لأن عندي التزامات وتعرف أكو تفجير وكذا. دخلت عدل إجا عبد الغني قعد اجتماعنا اجتماع ثلاثي. تحدث دولة الرئيس كان ممتعض على ما جرى يعني بالحالة أنه انفجار وتضحيات وكذا وكذا وكذا. المطلوب أنا قلت له قال أريد أغير. قلت له من تحدث قال مثلا أريد أغير وكيل الاستخبارات فلان أبو رغيف. لا يجيب أبو رغيف كان يجيب أبو رغيف. إيه أجيب أطلع الحالي أجيب فلان أبو رغيف أطلع أبو الإرهاب أجيب فلان. ما تحدثنا قائد قوات الشرطة الاتحادية. أنا سكتت لا قلت خيرا ولا شرا يعني لأن هو أنا عندي نوايا مسبقة أنه التغيير يحدث بس هاي صارت قد تكون سبب. قلت له عندك شيء بعد قال في ما لا طلعت. اتصل بي أحد الأخوان الساعة 11 من الليل ضابط برتبة كبيرة بالدفاع بنفس اليوم. نفس اليوم بعد نهاية الاجتماع بعد ما طولنا 10 دقائق أنا يمه رجعت قال لي سيدة قريت على الموقع ها سيدة اكو تغيرات. قلت نعم راح يتغير فلان فلان فلان. ها قال لي قائد عمليات بغداد التغيره. قلت له مو تغيره لانه هو طلب مني ان يتغير قائد عمليات بغداد.
وانا طلبت منه ان يبقى له شهر عشان نجد البديل. قال من البديل؟ رشحت له البديل الحالي هذا اني اللي هو احمد سليم، انا رشحت له. فهم للحق بالحق يقال، سالني قال متاكد منه؟ ضحك عبد الغني قال له دوله الرئيس، رئيس اركان جيش كان، شلون ما يعرفه هو؟ اي اتصل بي ضابط برتبه كبيره في وزاره الدفاع، قال سيدي اكو، قلت له اكو هيك تغير هيك؟ قال لا سيدي، قريت اني انه قائد الشرطه الاتحاديه راح يغيروه ويجيبون قائد سابق. قلت له هذا ما اتفقنا عليه. كان بوقت البطاط؟ اي البطاط يغير. قلت له هذا ما اتفقنا عليه انا، هم حكيتها على نيتي، لان احنا على اساس باعتبار متفقين على تغيرات، حكاها قدامي. بس ما متفقين على اسماء. لا متفقين على الاسماء، حكاها انا سكتت، بس هذا ما جابلها طاري الاتحاديه ابد، ما جابلها طاري بالموضوع. أي. عبد الغني قاعد. رحت رجعت، اجت رساله تقريبا 11 ونص من الليل. ب 11 ونص من الليل اجت رساله. اي. انه اجتماع الامن المجلس الوزاري للامن الوطني غدا، يصادف يوم جمعه، لان الخميس الحادث يوم جمعه الساعه بالضبط بالعشرة. انا هيئت نفسي رحت. حتى ننطي الموضوع واقعية. أي. قعدت لقيت الدكتور اياد علاوي قاعد، دكتور علي عبد الامير علاوي وزير الماليه. قلت دكتور عندي فالسؤال لك، انت اكبر مني سنا، قد تكون تجربتك الاداريه بوزارات الدوله، قد وزير سابق، لو انت رادوا يفرضون عليك وكيل او مدير عام، شنو اجراءاتك؟ اي. قال لي ارفض بطرق بسيطه اول مره، ناعمه، بعدين اصعد. بهالاثناء من مر سيد قاسم الاعرجي، قلت له سيد تعال اقعد، قعدت بنصنا. اي. اكون صريح وياك. قعد سيد قاسم الاعرجي بنصنا. قلت له سيد لو رادوا يفرضون سين من الناس عليك، قال مستحيل، لو اترك المنصب ما ابقى بالوزاره. صحت الوزير الدفاع. قلت له معالي الوزير طب لي على دولة الرئيس، اليوم أكو هيج حالة، إذا خلي تركها مو وقتها هسه، وأنا ما أقبل ترى. قاعد يمي دكتور علي عبد الأمير علاوي، طب وزير الدفاع الرجال صديقي، إجا قال يقول لا أمشيها. قلت له لا عاد أكو مثل عندها أنه بالعرب يقول الدواب تردها الدواب. أي طق بطق أنا ما وافق. صار الاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، المجلس الوزاري للأمن الوطني به خمس وزراء، دفاع، داخلية، عدل، خارجية، مالية، والقادة الأمنيين، رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، نائب المشتركة، وبالأمن الوطني مدير المكتب المخابرات. ما تحدث دولة رئيس الوزراء بأمور، قرأ الفاتحة وقال الحالة صارت ولازم احنا المستقبل وشعبنا ودماء وكذا وكذا. لاحظت احد الاخوان اللي ينقل التبليغات بدا يجي يهمس باذان ناس معينين، يعني يتحدث وياه بالقاعده، بالقاعدين، تحدث مع وزير الدفاع، تحدث مع رئيس اركان الجيش، مع رئيس جهاز مكافحه الارهاب، مع مدير السكرتير الشخصي، مع مدير المغيه، يتحدث وياه يعني باذنه، يتحدث وياه ويمشي. اجى تحدث وياه يهمه، لان يقول عد بعد هذا الاجتماع اجتماع امني مختصر. ليش الهمس؟ لا مو كل الموجودين، اكو اجتماع، اكو اجتماع امني خاص مطلوبين لهذا الاجتماع. ايوه اكو اجتماع مجلس الوزاره، هذا اجتماع امني. اي باوعت على الاجتماع الامني، كان الحضور وزير الدفاع، وزير الداخليه، رئيس اركان الجيش، رئيس جهاز مكافحه، نائب المشتركه، السكرتير الشخصي، ومدير مكتب رئيس الوزراء. تحدث الحديث انه البارحه صار لقاء بيني وبين السيد وزير الداخليه واتفقنا اي على ما ياتي كذا كذا كذا. قال وبالاخير قياده القوات الشرطه، قلت له ما متفقين عليها، ما عندنا اتفاق بها. قلت له هذني طرقت المواضيع، سكتت هسه، انا راضي ما راضي، السكوت علامات الرضا، لان ادري بها الحاله تصير، بس هاي الحاله ما تصير. قال ما قلت له ما منطق، قال انا مصدر امر، قلت له ما تصير.
قال ليش؟ قلت خلنا أتذكر كلام علي عبد الأمير علاوي، خلنا أبدأ بالأمور الباردة. قلت له أكو مبدأ يقول عندما الإنسان يدخل منصب ويكمله بعد ما يرجع له، لو يرجع المرجع المنصب أعلى لو ما يرجع للمناصب. قال المرحلة تتطلب. قلت له أخي دولة الرئيس المرحلة تتطلب، بس مو هذا، هذا ما يصلح، لأنه الآن إذا سمعت الشرطة الاتحادية يريد يرجع كلها تنهزم. نب أحد القاعد قال بعد، قلت له وبعدين أكو ملفات فساد علي. نب أحد الإخوان قال من يقول؟ قلت له أرجوك ما أسمح لك، أنا وزير وأتحدث ومضبوط وقبلتها النزاهة وراح أتحقق بها. لا وطردته، هو مدير المكتب بعد شنو هذا يعني الأخوان. المهم مو صح، المهم على المهم. كل نحن ما نجيب أسماء. انتهى الاجتماع، قلت له دولة الرئيس حتى نحسم الأمور، أنا أجيت وزير داخلية بطريقة قانونية، وهي أنه كتبت للبرلمان الله يجزوك بالخير، وأنا ما قايل لك، أنت رشحتني وصرت وزير، الآن حتى اختصر لك الطريق، نفس الآلية جبتها تسوي لك كتاب رسمي هسه، وأنا أخذ بيدل الحلبوسي اليوم جمعة باشرك مجلس نواب ينعقد، وأخليهم يصوتوا لي وجيب من تجيبه وجيب من تحطه. نب وزير الدفاع قال له صدق إذا تتخذ هذا القرار تنهار الحكومة مالتك، ترى واحد يحكيها وجدانه. قرار قائد الشرطة أي لا اتحادي. لا وافقت على أنه يقيني، إذا وافقت على قالت يعني إذا ما أنا قلت لك تبلي كتاب أخذه، أي تبلي كتاب أخذه للبرلمان، شلون الآلية اللي جبتني بيها أطلع بنفس الآلية القانونية، يعني سوي لي كتاب للبرلمان قول الدقيل وزير الداخلية، أنا أخذه للبرلمان باكر بنفسي وأترجاهم وأخليهم يطرحون ويصوتوا لي، وجيب قائد الاتحادية وجيب لك وزير اللي. فنب علي وزير الدفاع قال له لا ترى دولة الرئيس تنهار الحكومة إذا تسوي هيك شيء. هاي الملخص هذا الموضوع. ليش قرأت بين السطور أو علنا؟ هي ما بيها بين السطور، بيها مو قلت لك كان الحاشية المحيطة كان أكو 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 صفقة فساد، دفع نعم تاريخ. يدري السيد الرئيس؟ مو بقلبه أنا. أنت قد سائل ملتقي بي وجوز تعرف الأمور، يعرفهم ما يعرفهم، أنا ما التقيت بي بعد. فعلا الحاشية كانوا يساومون الوزراء أو ابتزاز من يقف في عدم تدخلهم بوزارته، من يقف في ولا يسمح بتدخلهم بعمل الوزارة يطلعون العرقلات، هم يتدخلون يدون يفرضون أجندتهم، يعتبرون الوزير قلت لك دمية، يمكن قلة قليلة واحد أو اثنين اللي ما سمحوا للتأريخ، اثنين أو ثلاثة، اثنين ثلاثة نعم، الباقين كله ما على علاقة. خابرة نعم، ما مصدق جاي يعني قسم ما مصدق جاي صاير وزير، قل له خلنا نكملها وفي مال الله. أي ليش الوزراء كانوا يخافون أو ليش كانوا يمتثلون؟ ليش كانوا منبطحين؟ هسه احنا نحاكي مرحلة، كل من راح كل من رد لأهله أو رجع، لكن يجب أن نثبت هذه الحقائق. ليش كانوا منبطحين؟ ليش يخافون؟ شو يسوي مدير المكتب يعني؟ مدير المكتب أو المستشارين أو المقربين أو الإعلاميين أو المدري إيش أو المدري كذا، هذولا باعتبار الوزير إذا ما يكون عنده خلفية قوية وإذا ما يكون الوزير واثق من نفسه والشخصية قوية جدا ويقدر يتحدث ويتكلم ويرفض، هم اللي وقف حجر عثر أمامهم هم القليلين جدا، ولذلك بدأوا بالنفاق يوم رئيس الوزراء اليوم. لذلك يقول لك أنا الوزير ذولا متمكنين ولا يقدر هو يتكلم ويدافع عن نفسه، يعني فارغ ومو مهني، قسم مع احترامي إلى قليل منهم فارغين مو مهني، يعني ملء فراغات.